أذكرك فقط اليوم 150 مليار دولار مخصصات أمنية طلبها بايدن من الكونغرس الأمريكي. توقيت هذا الطلب هل جاء طبيعي أم أنه هنالك بوادر لربما لاتساع رقعات الحرب؟ شوفي أنا باعتقادي الخاص 150 مليار هدول عامل نفسي أكثر من أي شيء آخر. صحيح مهم قد يؤثر، هو إلى حد ما يحاول أن يدب الرعب على المواطن العربي وبالتحديد الفلسطيني، لكن هو الدعم أصلا دائما موجود ما قبل الحرب وبعد الحرب، لو قلنا 200 مليار ولو قلنا 10 مليار لن تؤثر. كل هاي إلى حد ما دعاية حتى تتأثر على نفسية المواطن العربي. وأنا شكرا على هذا السؤال، لأنه المواطن العربي عندما صارت الهجرات خاصة سنة 48 مذبحة دير ياسين، الضجة التي صارت عليها مذبحة دير ياسين، معظم الهجرات كانت من وراء مذبحة. اللي حاولوا يعملوه الآن في غزة لم يحدث مثل ما صارت، يعني المذبحة وتهويلها والدعم الغربي لها وكان لها أثر كبير في نزوح وأيضا هجرة آلاف اللاجئين. ما يحدث بغزة اليوم لم ينجح حتى الآن، والأهل غزة الله يعينهم على موقفهم والله يثبتهم أنه بالرغم من هذا القصف ما زالوا متمسكين في ديارهم. الآن هذه المليارات هي أنا دعاية إعلامية ودعاية انتخابية أيضا لبايدن، أنه هو مع اليهود وهو الدعي أنه هو لو لم يكن هو صهيوني آخر و هذا كله إلى حد ما تدخل فيها الدعايات الانتخابية والدعم الإسرائيلي والحرب النفسية ليس أكثر. وبالتالي لكن بالنهاية ماذا سيحدث على أرض المعركة؟